مين؟ أنا علي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ احنا هنتكلم على الباب. ده احنا قلبنا جامد قوي. اخبارك يا ياسمين؟ وحشتيني. جاي تطمن عليا بعد اللي عملته فيا؟ طب ولو قلت لك ان انا جاي عشان نتجوز؟ انا كنت واثقه ان انت مش هتسيبني، عارفه ان انت مش هتسيبني. طبعا بس عرفي. هو ايه العرف؟ يا بنتي بس عرفي سنه سنتين كده لحد موضوع الحمل ده ما يعدي. طب اسمع بقى، انا خسرت كل حاجه لما مشيت وراك وصدقتك، لكن المره دي مش هتنزل عن حق واحد من حقوقي، والمره الجايه وانت جاي تيجي ومعاك المأذون، انت فاهم؟ يا اما ما تعديش البيت ده تاني. اتفضل. ماشي يا ياسمين، اتفي على الوش ده لو طولتي حاجه. بره. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.